الدعاء والذكر اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يقول هل هو مرتبط بالأذكار الصباح والمساء أو الصباح فقط أو أنه غير مرتبط بتلك الأذكار؟ هذا الذكر اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هو من أذكار الصباح، فإنه قد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فيكون من أذكار الصباح. وكون من أذكار الصباح لا يعني أن لا يقوله الإنسان في غير ذلك، بل الذي ثبت أنه كان يقوله إذا أصبح، وقوله في غير الإصباح من المساء وسائر اللحظات والأوقات لا حرج فيه، بل هو من الدعاء الطيب. وقد صح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، فيستحب قوله صباحا لما جاء في حديث أم سلمة.